عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كل شيء بخير. كما قلت لكم هذه واحد مرسيدس او الثاني واحد مرسيدس كوكا اللي كنقولوا ليها اي 220. هذه 2004 والديوانه 2005. طوموبيله كما كتشوفوها طوموبيله نقيه و جوان تاع الالومنيوم، فيها صالون كوير، فيها توتوبسين، هذه عامره، طوموبيله عامره اللهم بارك. نخلي لكم النمره، راه غنخلي راه كتبان لكم النمره ديال مولاها الفوق، اللي محتاجها وبغى يتصل بيه ما عندك مشكل. الطوموبيله كما كتشوفوا طوموبيله نقيه، الصباغه ديالها دي اوريجين، راه ما معوده لا صباغه لا والو. كما كتشوفوا من الداخل ديالها الصالون كما قلت لكم الكوير، طوموبيله زوينه بزاف. هذه كتسمى الكوكوا مرسيدس 220. نتمنى ان شاء الله كما القاعده يعجبكم الفيديو. كما قلت لكم حتى نتوما الا عجبكم ولا عندكم شي سياره كما قلت لكم صيفطوها لينا ونلوحها لكم في القناه ونشاركها لكم في القناه ديالنا حتى نتوما ما عندكم مشكل. شي طوموبيله زوينه بحال هكا انا شاركها معكم في القناه ومشاركها مع الناس، حيت كاينين الناس اللي بغاو بحال هاد الشيء هذا ولكن ما عندهمش طريقه باش يوصلوها للناس وهكذا. المهم كما القاعده عجبكم الفيديو ما عليكم الا تشجعونا باللايك كما القاعده.